أستير الأصحاح الثاني. بعد هذه الأمور لما خمد غضب الملك أحشاويرش ذكر وشتي وما عملته وما حتم به عليها، فقال غلمان الملك الذين يخدمونه ليطلب للملك فتيات عذارى حسنات المنظر وليوكل الملك وكلاء في كل بلاد مملكته ليجمعوا كل الفتيات العذارى الحسنات المنظر إلى شوشن القصر إلى بيت النساء إلى يد هيجاي خصي الملك حارس النساء وليعطينا أدهان عطرهن، والفتاة التي تحسن في عيني الملك فلتملك مكان وشتي. فحسن الكلام في عيني الملك فعملها كذا. كان في شوشن القصر رجل يهودي اسمه مردخاي ابن يائير ابن شمعي ابن قيس رجل يميني قد سبي من أورشليم مع السبي الذي سبي مع يكنيا ملك يهوذا الذي سباه نبوخذ نصر ملك بابل، وكان مربيا لهتسة أي أستير بنت عمه لأنه لم يكن لها أب ولا أم، وكانت الفتاة جميلة الصورة وحسنة المنظر، وعند موت أبيها وأمها اتخذها مردخاي لنفسه ابنا. فلما سمع كلام الملك وأمره وجمعت فتيات كثيرات إلى شوشن القصر إلى يد هيجاي أخذت أستير إلى بيت الملك إلى يد هيجاي حارس النساء، وحسنت الفتاة في عينيه ونالت نعمة بين يديه، فبادر بأدهان عطرها وأنصبتها ليعطيها إياها مع السبع الفتيات المختارات لتعطى لها من بيت الملك، ونقلها مع فتيات فتياتها إلى أحسن مكان في بيت النساء. ولم تخبر أستير عن شعبها وجنسها لأن مردخاي أوصاها أن لا تخبر، وكان مردخاي يتمشى يوما فيوما أمام دار بيت النساء ليستعلم عن سلامة أستير وعما يصنع بها. ولما بلغت نوبة فتاة ففتاة للدخول إلى الملك أحشاويرش بعد أن يكون لها حسب سنة النساء 12 شهرا لأنه هكذا كانت تكمل أيام تعطرهن 6 أشهر بزيت المر و6 أشهر بالأطياب وأدهان تعطر النساء، وهكذا كانت كل فتاة تدخل إلى الملك، وكل ما قالت عنه أعطى لها للدخول معها من بيت النساء إلى بيت الملك. في المساء دخلت وفي الصباح رجعت إلى بيت النساء الثاني إلى يد شعشغاز خصي الملك حارس السراري، لم تعد تدخل إلى الملك إلا إذا سر به الملك ودعيت باسمها. ولما بلغت نوبة أستير ابنة أبيجائيل عم مردخاي الذي اتخذها لنفسه ابنة للدخول إلى الملك لن تطلب شيئا إلا ما قال عنه هيجاي خصي الملك حارس النساء، وكانت أستير تنال نعمة في عيني كل من رآها. وأخذت أستير إلى الملك أحشاويرش إلى بيت ملكه في الشهر العاشر هو شهر طبيبة في السنة السابعة لملكه، فأحب الملك أستير أكثر من جميع النساء ووجدت نعمة وإحسانا قدامه أكثر من جميع العذارى، فوضع تاج الملك على رأسها وملكها مكان وشتي، وعمل الملك وليمة عظيمة لجميع رؤسائه وعبيده وليمة أستير، وعمل راحة للبلاد وأعطى عطايا حسب كرم الملك. ولما جمعت العذارى ثانية كان مردخاي جالسا بباب الملك، ولم تكن أستير أخبرت عن جنسها وشعبها كما أوصاها مردخاي، وكانت أستير تعمل حسب قول مردخاي كما كانت في تربيتها عنده. في تلك الأيام بينما كان مردخاي جالسا في باب الملك غضب بخسان وترش خصي الملك حارس الباب وطلب أن يمد أيديهما إلى الملك أحشاويرش، فعلم الأمر عند مردخاي فأخبر أستير الملكة فأخبرت أستير الملك باسم مردخاي، ففحص عن الأمر ووجد فصلب كلاهما على خشبة وكتب ذلك في سفر أخبار الأيام أمام الملك. آمين آمين. المرة اللي فاتت اتكلمنا على إن قدامنا 3 شخصيات في هذا الكتاب في هذا الأصحاح أساسية يهمونا. الشخصية الأولانية هي شخصية مردخاي، والشخصية الثانية هي شخصية أستير، والشخصية الثالثة اللي تهمنا هي مين؟ هي شخصية ما تذكرش اسمها خالص، ما تكتبتش اسمها اسما في كل السفر زي ما قلنا قبل كده، وهي شخصية مين؟ الله. الله الذي لم يذكر اسمه في كل سفر أستير، لكن لا يمكن انك تعدي عدد الا ما تلاحظ ان الله موجود فيه.
كلمنا عن مردخاي ازاي المره اللي فاتت. كان انسان عظيم، كان انسان رائع، كان انسان محب. ازاي تبنى استير، وازاي فعل معها عمل صالح، وازاي لم يعولها فقط لكن رباها، وازاي اعتبرها كابنته. وعايز اقول ملاحظتين اخيريتين عن مردخاي قبل ما النهارده اتكلم اساسا عن شخصيه استير. الملاحظه الاولانيه هي نفسي اقول لحضراتكم اسماء العيله بتاعته، لان اتكلمت في الكلام ده المره اللي فاتت وقلت ازاي دي عيله عظيمه بتبدا من راجل هو اللي سبي من اورشليم مع السبي اللي هو الجد الكبير اللي هو قيس. فقيس راح مع السبي اتسبى، وهناك في ارض السبي خلف شمعي، وشمعي خلف يائير، ويائير خلف مردخاي. والحقيقه اللي انا عايز اقوله بس حاجه قبل ما اخلص موضوع مردخاي، انه هذا الامر كان تاديب من ربنا، كان تاديب، لان كل الشعب كان بعيد عن ربنا. والله اصدر امر السبي ده بعد نبوات كتيره جت لارميا يحذرهم ويحذرهم ويحذرهم ويحذرهم، وهم مصممين في شرهم. فجاء السبي كتاديب، وكان تاديب عظيم فظيع. من ضمن الناس اللي اتسابوا، يمكن حضراتكم تعرفوا قصتهم المشهوره، دانيال والفتيه الثلاثه، ما هم دول برضه اتسابوا وراحوا على القصر بتاع نبوخذ نصر. لكن اللي انا عايز اساله انه هذه العيله عيله تقيه، شمعي ويائير ومردخاي، ناس اتقياء. والدليل على كده ان هم ربوا مردخاي في ارض الغربه، في ارض البعد عن الهيكل وعن المذبح، تربيه رائعه. فنشا مردخاي وهو يحب الله، وهو يحب الشعب، وهو يخاف على شعبه، والله وضع في يده انقاذ عظيم للشعب في هذا السفر. لكن السؤال اللي انا بساله النهارده انه العيله دي قد تكون عيله بره وده في الغالب، ولا تستحق التاديب. لما الله سمح ان كل الشعب يتادب، يا ترى ما كانش الاصول يتزمر؟ طب احنا يا رب عملنا ايه؟ ده احنا بنحبك وبنحب الهيكل وبنحب المذبح وبنحب نكرمك وبنحب نخدمك، واحنا ليك، احنا ايه ذنبنا ان احنا نتاخد بذنب معظم الشعب البعيدين على ربنا؟ اللي عايز اقوله احبائي، لازم نبقى فاهمين حاجه. الله عندما يصنع امور تاديبيه، عندما يصنع امور صعبه يمر بها الانسان، قد يكون له هدف من اثنين. الهدف الاولاني هو تاديب، وده اللي احنا لسه قايلينه في الشعب. الشعب كله غلطان بيتادب، والله قصده من التأديب محبة عشان يرد الشعب، عشان يفوق الشعب، عن الشعب يرجع. والله بيعمل في حياتنا كده، أمور الله يعملها في حياتك لازم تبقى فاهم إنك أنت ممكن بتتعرض لتأديب لأجل أمور غلط بتعملها. فده الهدف الأولاني من معاملات الله القاسية أو الصعبة، التأديب. لكن هناك أمل، هناك هدف آخر، وهو إنه أحيانا كثيرة الله يجيز أولاده الأتقياء في أمور صعبة ليس من أجل التأديب، ولكن ليه؟ لكن هي دي تعاملات الله، ده اسمه امتحان إيمان. إذن الأمر الصعب قد يكون تأديب لأن أنا بعيد وبغلط، أو قد يكون امتحان إيمان، الله بيجزني في امتحان إيمان. والامتحان الإيمان الغرض منه أنه ربنا يقوي إيماني، يكبر إيماني، يعلمني وأنا الدنيا مقفول علي أتمسك فيه وما سيبوش، فإيماني يزداد قوة واتنقل لدرجة أعظم من الإيمان، زي ما كل الناس بتتعمل امتحانات عشان تتنقل من درجة لدرجة. والله اللي كان بيعمله مع مردخاي وشمعي ويائير وقيس وهذه العائلة التقية، إنما هو امتحان إيمان الله حطهم فيه، وهم قبلوا الامتحان وفرحوا بالامتحان. وشفنا إزاي ربوا ولادهم في بلد بعيدة عن الله تماما، تربية تقية، لأنهم قبلوا الامتحان. نفس الفكرة، الفتية الثلاثة في النار ليه؟ ما غلطوش، ده بيحبوك يا رب، ده تمسكوا بيك، ده قالوا ما نعبدش غيرك، ما نسجدش لغيرك، ما نسجدش لنبوخذ نصر، اذهب ايها الملك. ليه يا رب يبقوا في اتون النار؟ ده امتحان ايمان، ده تدريب. دانيال وهو شيخ يصمم انه يفتح القوه بتاعته ويصلي نحو اورشليم كعادته كل يوم، ذنبه ايه؟ بيحبك، بيكرمك، عايز يعلن مجدك لكل الناس وانه متمسك بيك، والامر صدر ان محدش يسجد ولا يصلي، وهو بيصلي وبيفتح القوه وبينظر ناحيه اورشليم، ذنبه ايه يبقى في كب الاسود؟ امتحان ايمان، امتحان ايمان. المهم لما يجي لك الامتحان تبقى عارف ان امتحان من ربنا، وتقبله وتقبل وتنحني امام تعاملات الله، وتقبل بكل خضوع، وتصمت ولا تفتح فمك، يا رب لتفعل ما تريد، انا اثق فيك، انا احبك، انا ساجتاز الامتحان عشان انجح، عشان اكتسب ايمان جديد، عشان اتعلم تعليم جديد. العيله دي
ممكن بسهولة تتزمر لأنها كانت عيلة تقية زيها زي دانيال زيها زي الفتية، عاشوا في السبي وهم عائلات أتقياء وناس أتقياء، لكن عرفوا إن دي معاملات من الله وقبلوها وخضعوا تحتها. محتاج إذا كان الله بيجيزك في معاملات قاسية أن تفهم إذا كنت يا رب بتأدبني زي ما حصل مع داود في مزمور 51، أنت يا رب بتأدبني فأدبني فأفهم، وإذا ما كانش يا رب تأديب ده بسماح منك علمني إني أجتاز في هذا الامتحان وأخرج بإيمان أقوى. فالامتحان يا أحبائي الإيمان يمتحن كالذهب، والذهب يوضع في النار والنار تشتعل في الذهب، والذهب تزداد درجة حرارته لدرجة حرارة انصهار الشوائب، لكن الذهب لا ينصهر. عشان كده الذهب لما يدخل في النار وتعلى النار تنصهر الشوائب فيزداد الذهب لمعانا، ونقول الذهب ما كانش هيبقى ذهب غير لو دخل في النار، وهو الإيمان مش هيبقى إيمان غير لو دخل في النار، والكنيسة مش هتبقى كنيسة غير لو دخلت في النار، وشعب الله مش هيتمسك بيه أكتر غير لو دخل في النار، والنورة مش والصورة مش هتزداد لمعانا غير لو دخل في النار. والصائغ عندما يصنع الذهب يرمي الذهب أمامه في النار وينتظر ويرفع درجة الحرارة ويرفع درجة الحرارة إلى أن تزول كل الشوائب ويقول كفاية. عرفت منين أيها الصائغ؟ زمان ما كانش عندهم دلوقتي قياسات النقاوة، لكن عرفت منين أيها الصائغ أن الذهب قد صار نقيا؟ يقول لك أصل أنا ببص عليه هو في النار شايف وشي فيه، الذهب بقى مراية، يبقى دلوقتي وصل لدرجة الانصهار لكل الشوائب وهو جاهز أن يتشال من النار. والمسيح يحط الكنيسة والمؤمنين في النار ويبص ويعلي الحرارة ويبص ويعلي الحرارة ويبص، وبعدين يقول ايه؟ خلاص دول بقوا بيعكسوا صورتي، صورتي بقت باينة في الذهب، الى ان يتصور المسيح فيكم. خلاص وقف وقف النار، خلصت، لانه الذهب دلوقتي قادر يلمع صورة المسيح. عشان كده احبائي كانت عائلة حلوة، عائلة جميلة، عائلة مردخاي، عائلة قبلت معاملات الله، وكتير احنا بنرفضها. كتير تقول يا رب بقى هو ما تجيش غير في اللي بيروح الكنيسة، مش ناس بتقول كده، يقول لك ما تجيش غير في الانسان المؤمن اللي عارفك يا رب. انا من اسبوعين سمعت خبر مش كويس، كنت لسه هقول الكلمة دي، يقول يا رب ما تجيش غير في فلان ده يعني ملاك عايش وسطنا، ما تحبكش تيجي المصيبة المسيحة دي غير في هو. كنت هقولها وبعدين قلت لا مش هقولها، وانا عارف اكتر منك، وانا حكمتي اكتر من حكمتك، هو انا بفهم زيك، هو انا عارف الامور زيك. كلمت هذا الشخص اللي بقول ما تجيش غير هو فيه، كلمته وانا تعبان له، لقيته هو اللي بيرفعني، فعرفت ان الله ليه حكمة. هو عايز كده، حكمته كده، هو شايف كده. معاملات الله احبائي لا يسال عنها، ولا حد يقدر يقف يجاوبه معاها، ولا حد يقف معاه في المحاكمه. افكاره بعيده عن الفحص، طرقه بعيده عن ان احنا نفهم اغوارها، لكن ما نفعله يا رب لتكن مشيئتك. بس ارجوك مد ايدك وادي ده معونه اسنده، لان انا عارف ان ايمانك ان قوتك هتشد الايمان. عشان كده هذه العيله التقيه لم تخر تحت التاديب الذي وقع على اللي جنبهم، ولم تخر تحت المعاملات الصعبة لأنهم يثقوا في إله. حاجة الأخيرة اللي عايز أذكرها عن مردخاي في هذا الأصحاب، هذا الشخص كان بيشتغل إيه؟ من غير تحسين ألفاظ كان بيشتغل بواب عند الملك. هذا البواب تبنى فتاة اسمها أستير، وما بين ليلة وضحاها، ما بين يعني شهور، أصبحت بنته اللي رباها بقت ملكة. صح؟ بقت ملكة على ملك أحشاويرش كله، الذي يتكون من 127 كورة يمتد من الهند إلى كوش، يعني واخد من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق. أستير بنتي اللي ربتها، اللي بتسمع كلامي، اللي بتحبني، الغالية عليا، بقت ملكة. ينفع بعد ما هي تبقى ملكة هو يقعد بواب؟ ينفع بعد الخدمة الكبيرة اللي انت عملتها فيها والمحبة الكبيرة اللي انت عملتها فيها، اول ما تيجي الملك ابسط حاجة توصية صغيرة للملك يتنقل من بواب يبقى وزير؟ دي اقل حاجة. لكن مردخاي ما تحركش من مكانه، قعد مردخاي هو نفس البواب. واتقال في سفر أستير اصحاح 2 انه كان جالسا في باب الملك، وهو كان جالس في باب الملك كان يروح يسأل عليها في القصر ويطمن عليها ويهتم بيها، لكن هو ما زال هو مين؟ هو البواب. في ناس كده
عندنا في مصر اللي يبقى خاله ولا خال ابن عم خاله وعنده منصب في حته يقول لك الحق عشان ايه يزقني معاه. ده منطق، منطق محدش اقدرش اقول فيه حاجه، لكن اقدر اقول فيه حاجه من وجهه نظر مردخاي. مردخاي بنته صارت ملكه واستمر هو بوابا. دي ملهاش غير تفسير واحد. ايه هو التفسير؟ ان واحد شبعان، صح؟ لو هو جعان، لو قلبه فيه حته فاضيه، يبقى الحته الفاضيه دي هيبقى فيها شهوه لتحسين مستوى المعيشه، يبقى فيها شهوه لتحسين الوظيفه، لتحسين مستوى الدخل. لكن لو قلبه كله بكل مشاعره وتطلعاته واهتماماته متشبع بحاجه، مليان بحاجه، فرحان بحاجه، مسرور بحاجه، غني بحاجه، يبقى مش هيطلب لا تحسين المعيشه ولا تحسين مستوى الدخل ولا تحسين مش عارف ايه، وبالتالي هو ما طلبش. لكن قلبه ده كله مليان بايه؟ شبعان بحاجه اسمها ايه؟ حب طلب. عشان كده احبائي لم يطلب من أستير، واعتقد لو مجرد لمح لها كان تاني يوم هيبقى في القصر، لكن كان ايه؟ كان شبعان. ربنا يدينا نعمه احبائي انه يكون شبعنا بالمسيح. شبعنا بالمسيح هو الحاجه الوحيده اللي توقف فينا الميل الداخلي الجسدي لشهوه العيون والتعظم المعيشه ولشهوه الجسد. انت لما بتشوف الشهوه بتحبها ليه؟ لما تشوف واحد معاه عربيه ضخمه جميله نفسك تجيب زيها ليه؟ لما تشوف واحد عنده قصر عظيم نفسك تجيب زيه ليه؟ لان جوه قلبك حته متسابه اسمها الشهوه بتتحرك عشان تطلب شهوه جسد وشهوه عيون وتعظم معيشه. لما يجي المسيح بمحبته الغاليه يملى الحته دي، تعدي قدامك العربيه الضخمه والقصر الضخم والقوه والشهره والعظمه والمجد، وتلاقي نفسك مش طالبه ومالكش نفس فيه. ليه؟ لان النفس الشبعانه تعمل ايه؟ تدوس ايه؟ العسل. النفس الشبعانه تدوس العسل. وللنفس الجائعه كل حلو. كان في واحده قال عليها الكتاب امراه عظيمه، وهي اسمها امراه الشونميه. عرفت اليشع رجل الله وبنت له قوه فوق البيت عندها وفرحت بيه وهو فرح بيها، فبعت الغلام بتاعه قال لها. ليش ده راجل عظيم كان وقتها، يعني نبي بس كان سلطان بقى يعني. فقال الست دي اكرمتنا، قال روح يا عم اسالها بس قول لها اليس لك ما يتكلم به للملك او لرئيس الجيش؟ يعني ما لكيش اي طلب؟ انت خدمتينا كتير، انت اكرمتي رجل الله كتير، انت فتحتي بيتك على مصراعيل رجل الله، لازم يجي يرد لك الجميل ده. فانا مستعد. ما النبي بيقول لك ايه؟ بيقول لك انه يعرف رئيس الجيش ويعرف الملك يديكي الحاجه اللي انت عايزاها. ما جابتش، ما عملتش اجتماع مع جوزها، تعالى نعمل رغبات ورغبه اولى وثانيه وثالثه ونقدمها لرجل الله هيجيب لنا اللي احنا عايزينه. عارفين قالت له ايه؟ قالت له لا يا سيدي، انما انا ساكنه في وسط شعبي بس، مش عايزه غير كده. مش عايزه حاجه، انا ساكنه في وسط شعبي، انا متمتعه بالقعده مع شعبي وبالشركه معاهم بالمحبه بتاعتهم وبفرحانه بيهم، مع ان ما كانش عندها ابن وما كانش عندها عيله، لكن انا ساكنه ومبسوطه. ايه القلوب اللي فرحانه بربنا ومشبعانه دي؟ محتاجينها الايام دي، محتاجينها في زمن الناس بقت بتجري وبتلهس على حاجات ملهاش قيمه. واحد عظيم اسمه ابراهيم، عظيم، اتحطت قدامه في هذا الزمن ثروه 9 ملوك. عارفين قال ايه؟ وجاء اليه بارع ملك سدوم قال له ايه رايك؟ ثروه 9 ملوك بتاعتك، ايه رايك؟ خدها كلها. فقال له ايه؟ وهو اللي كان رادد، هو اللي كان هزم 9 ملوك دول، يعني هو اللي كان عامل الشغل. راح رد على بارع ملك سدوم قال له ايه؟ لا اخذن لا خيطا ولا شراك نعل، من ثروه 9 ملوك دول مش هاخد خيط اخيط بيه ولا، سامحوني في التعبير، شراك نعل يعني رباط جزمه، مش هاخد من ثروه 9 ملوك دول رباط جزمه، لئلا تقول اني قد اغنيت ابرام، انا غني بحاجه ثانيه. في ناس اغنيه في الزمن ده؟ في كتير. في ناس اغنيه بالرب في الزمن ده؟ عندها قدره انها ترفض، انها تقبل، انها ما تستغلش، انها مش عايزه
الشهوة اللي جواها مش مفتوحة أصله. القلب ما بيشتهيش غير واحد، القلب مليان بواحد، القلب ملوش حاجة مكان تاني. مردخاي استمر بواب، الشنامية قالت إنما ساكنة في وسط شعبي، إبراهيم قال لا أخذن لا خيطا ولا شراكة. ربنا يدينا نعمة نتعلم من هذه الشخصية العظيمة، شخصية مردخاي. معنى اسم مردخاي الرجل الصغير، ليتل مان، متواضع، قليل قوي، هو مش حاسس اسمه على احساسه، مش حاسس انه حاجه، لدرجه انه استمر بواب. لكن الله لا يعمل غير بالناس دي، الله ما اشتغلش غير بالناس دي. نبوخذ نصر الرجل العظيم، الله ما اشتغلش بيه، الله حوله حيوان. لكن مردخاي الرجل القليل، سمول مان، الله يصنع بيه عمل عظيم. ومن خلال مردخاي تم انقاذ كل شعب اليهود في عصر أستير. ألا تقل له أنا صغير يا رب، أنا قليل، ليس فيا. يا شفط قال له ليس فينا حكمة، ليس فينا قوة، ولا نعرف ماذا نفعل، إحنا ولا حاجة يا رب، بس أرجوك تعالى مد إيدك وعرفنا نعمل إيه. طولت على حضراتكم، لكن موضوع الأساسي النهاردة أستير. عايز أخد تأملات صغيرة في أستير. أستير هي الاسم اليهودي بتاعها هيتسا، وهيتسا هي شجرة الآس، رائحة جميلة، جميلة الريحة. سموها أستير جاية من إشتار، سموها نجمة، وهي الحقيقة في الواقع هي الحاجتين، هي الريحة الحلوة والنجمة الساطعة. لأنه إحنا كمؤمنين، وهي إنسانة مؤمنة حقيقية، إحنا رائحة المسيح الزكي، الريحة اللي تتشم كل الناس تفرح بيها. ولاد ربنا كده، ولاد ربنا ما يتوجدوا في مكان يفيحوا ريحة تخلي الناس تتأثر بيه، وهي في نفس الوقت النور، النجم اللي في النور اللي ينور العالم. لكن عايز أقف على حاجات صغيرة في شخصية أستير. أول حاجة أتوقف عندها هي حاجة اسمها النعمة. لو حضراتكم تلاحظوا أنه اتذكرت كلمة النعمة في هذا الأصحاح 3 مرات، يتقال عن أستير هذا 3 مرات عن أستير. في عدد 9، وحسنت الفتاة في عينيه، أي في عيني هاجاي اللي هو خصي الملك، ونالت نعمة بين يديه، فبادر بأدهان عطرها وأنصبتها. يبقى خدت نعمة في عين مين؟ رئيس الخصيان. وفي عدد 16، كانت أستير تنال نعمة في عيني كل من رآها، أي واحد يشوفها بالبلدي كده يتفتح ليها قلبه، تنال نعمة في عيني. وآخر حاجة وهي أهم مرة، إنه أحب الملك أستير في عدد 17 أكثر من جميع النساء، ووجدت نعمة وإحسان قدامه أكثر من جميع العذر. عايز أحط حضراتكم في الصورة اللي حاصلة عشان نتصور. مملكة تتكون من 127 مملكة، 127 كور. لما يلفوا الناس يجمعوا العذارة حسنات المنظر، كل الفتيات العذارة حسنات المنظر، تفتكروا هيجمعوا كم واحدة؟ هيجمعوا 100؟ هيجمعوا 1000؟ هيجمعوا 100,000؟ هيجمعوا عدد كبير جدا، كبير بما لا تتصوروا. من أول الهند لحد أثيوبيا تقريبا، كل البلاد دي فيها عائلات، وفيها بنات، وفيها عذارة، وفيها حسنات المنظر. كل دول اتجمعوا في شوشن اللي هي المدينة اللي فيها القصر، وبعدين يتحطوا كلهم. خلي بالكم من الوصف اللي انا بقوله ده، كلهم ياخدوا فترة 12 شهر بيتعطلوا. تتصوروا كل العذارة في كل المملكة الجميلات، قول عليهم 50,000، 100,000، قول زي الرقم اللي انت عايزه، كلهم يقعدوا 12 شهر كورس تعطيل، أدهان وأعطار وبرفانات، وبعد كده يدخل قدامك. مطلوب منه يختار كم واحدة؟ واحدة. ايه اختارها ازاي دي؟ اختارها بناء على ايه طيب؟ كلهم احلى من بعض، وكلهم حاطين عطور جميلة، والعدد مش قليل. يعني مش مثلا يحطوا له 10 فيمر كده على 10 وبعدين ايه تعجبه واحدة، لا، دي منافسة رهيبة جدا، منافسة رهيبة جدا جدا، أعداد مهولة، هيختار منها واحدة.
ازاي يحصل الكلام؟ والسؤال طب ليه أستير جات من دول؟ ما كان ممكن اي واحدة منها. تفتكروا ما فيش واحدة احلى من أستير في المئة الف دول؟ اجزم لكم لا فيه. ما فيش واحدة الطف من أستير؟ لا فيه. ما فيش واحدة اظرف من أستير؟ لا فيه. ما فيش واحدة اعطارها احلى من أستير؟ لا فيه. لكن السر في كلمة واحدة قريتها لحضراتكم اتذكرت في أسعادة ثلاث مرات. السر ده في ايه؟ كلمة النعمة. كلمة النعمة الله حط عليها نعمة. قوم لما بص لها أحشويرش الملك ما كانش عنده صعوبة. على فكرة كتير قوي في المسابقات دي يعمل تصفيات شوية وبعدين شوية وبعدين شوية وبعدين شوية، لكن هو أول ما شافها بالنعمة اللي ربنا حطه عليها اختارها على طول. وبالتالي رغم ان المنافسة رهيبة بالنسبة لأستير ورغم ان الاختيار صعب جدا بالنسبة لأحشويرش، لكن حصل أحشويرش اختار أستير بناء على ايه؟ بناء على النعمة. خليني اسألك واسأل نفسي، كل واحد فينا يسأل المسيح شايف فينا ايه حلو؟ ايه اللي فينا حلو؟ يتقال عن العالم كله الله من السماء أشرف لينظر هل من فاهم هل من طاهر؟ والله الجميع زاغ وفسد وأعوزهم مجد الله. طب الله بيختارني ليه وبياخدني ليه وبيقبلني ليه وليه لما جيله ياخدني؟ الكل مصدرة، الكل غير موجود، الكل أخطأ وعوج المستقيم، الجميع زاغ وفسد وأعوزهم مجد الله. ايه القبول هيجيلي ازاي؟ عارفين ليه؟ اصل وانا رايح له رحت له قلت له ايه؟ انا مستخبي في نعمة ابنك، في محبة ابنك، في اللي عمله عشاني ابنك على عول الصليب. انا جاي مش مستخبي في موسى، موسى ما عرفش يعمل لي حاجة، لكن النعمة والحق بيسوع المسيح سارة. انا جاي لك متغطي بعمل صليب ابنك، فاقبلني في هذه النعمة. اتقبل؟ مش هتقبل غير عشان هو هيديني ان يبقى لي قبول عنده. مين مننا يقدر يدخل لوحده لمحضر الله وللهيكل الله لوحده؟ ابدا ابدا. منافسه صعبه، الكل وحش، الكل زاد، الكل اخطا، لكن النعمه هي اللي تغير صورتنا. النعمه اللي تخلي منظرنا مقبول وتخلي شكلنا مقبول وتحط فينا قبول عند المسيح، والمسيح ياخدنا ويحتضننا ويفرح بينا. النعمة اللي احنا نقول احنا محتاجينها. احبائي، مهما كنت بعيد ومهما كنت مش بتكرم ربنا في حياتك، لما تجيله وتقول له انا داخل على حساب عمل صليبك وعلى حساب نعمتك وانا ما استهلكش ما استحقكش، زي ما أستير دخلت عند الملك لمجرد انها اخذت نعمة من الله، انت تقدر تتقدم الى الله بناء على هذه النعمة. كان في واحدة زي أستير بالظبط اسمها رعوز. يتقال عن رعوز دي انها فتاة النعمة، كانت فتاة مؤابية وارتبطت بواحد اسرائيلي، وأستير كانت يهودية وارتبطت بواحد اممي، وفي الحالتين الارتباط حصل بناء على ايه؟ بناء على النعمة. بس عشان كده رعوز وهي رايحة عشان تتجوز بوعز راحت الحقل بتاعه، وهي بتصلي وهي داخل الحقل يا رب اديني الاقي واحد التقط وراء من اجد نعمه في عينيه، دور حط لي نعمه في عين حد يوافق ان انا التقط في الحقل وراء. والاول ما لقيت بوعز قلت له كيف وجدت نعمه في عينيك؟ برضه النعمه هي اللي خلتك تقبلني وانا فتاه غريبه. قالت له اديني اكتر، ليتني اجد نعمه في عينيك سيدي. ارجو يا حبيبي كل واحد فينا مهما كانت خطاياك، مهما كان بعدك، مهما كانت المنافسة صعبة، ومهما كان الوصول لقلب أحشويرش يكاد من استحالة ورابع الاستحالات والوجود في محضر الله والوصول إلى قلب الله كان يبدو مستحيلا، لكن تعالى مستخبي في عمل المسيح واطلب نعمة المسيح تغطيك، هتلاقي قبول، قبول حقيقي زي ما وجدت أستير هذا القبول. لكن عايز أختم بحاجة جميلة فرحتني قوي. هذه الفتاة دخلت بعد 12 شهر من التعطير، 6 شهور منهم كانوا مر، يذكر الكتاب بزيت المر، و6 شهور أخرى يذكر الكتاب بالأطياب.
يعني حط في حياتها 6 شهور يحطوا لها زيت اسمه زيت الايه؟ المر. وال6 شهور التانيين يحطوا لها اطياب، وتكمل ال 12 سنه تدخل الملك. هي عملت 6 شهور مر، 6 شهور اطياب، دخلت، ولما دخلت ايه اللي حصل؟ اتقبلت. لازم المر؟ لازم 6 شهور مر. المر يرمز لايه؟ الالم. لازم الالم؟ لازم. 6 شهور في حياه استير الم. واستير هي كل واحد من ولاد ربنا، واستير هي الكنيسه. الا الله لازم يسمح لها ب6 شهور ايه؟ الم. لازم. مش هينفع تدخل قدامه غير بايه؟ الالم. وهب لكم لا ان تؤمنوا بالمسيح فقط، بل ايه؟ بل ان تتالموا لاجله. لازم المر. هنعمل ايه؟ خطه الله كده. خطه الله 6 شهور مر الم. يتقال عن رجال الله القديسين في عبرانيين 11: معتازين ومكروبين طافوا في جلود ماعز. مكروبين اللي منهم 12 واللي منهم مات واللي منهم اتحرق، وهم لم يكن العالم مستحق لهم. الم. لكن لازم. ده نوع من انواع الزيت، ده تطيب. لان كل لسحه الم وكل دهنه زيت مر بتحط فوق اكاليل وتيجان فوق راس الكنيسه. عشان كده لازم قبل ما تروح للملك ويبقى في حشاء استير وحفله استير وعرس استير ووليمه استير، تمري بالمر. لازم اقبليه وافرحي بيه واشكري الله لاجله، لانه وهب لنا ان نتالم، ولانه خفت ضيقتنا الوقتيه. خفت ضيقتنا الوقتيه. ملاحظين جمال الكلام؟ تنشئ لنا ثقل بدل خفه، مجد بدل ضيقه، ابدي بدل وقتي. اقولها تاني: خفت ضيقتنا الوقتيه تنشئ لنا ثقل بدل خفه، مجد بدل ضيقه، ابدي بدل وقتي. مر. 6 شهور التانيين ايه؟ عطر. طيب. طيب. مين قدم المسيح طيب؟ مريم اخت العازر جابت قاروره الطيب وحطتها فين؟ عند رجليه. المراه الخاطئه مسحت رجليه بدموعها وسكبت الطيب عند الخادمين. الطيب يا احبائي في الكتاب المقدس يرمز للتكريس، كل حياتي ليك. فاستير داخله للملك بعد 6 شهور من المر و6 شهور بالاطياب. والمؤمن والكنيسه تروح للمسيح بعد حياه فيها الم في البريه وحياه فيها تكريس حقيقي. الناس اللي رايحه له دي ما عاشتش عشان نفسها. دي 6 اشهر بتطيب، بيتحط لها طيب، يعني في كل يوم بتقول له: احنا بتوعك، احنا ليك، احنا مالناش غيرك، احنا عايزين نخدمك ونعيش لك. تكريس حقيقي. ساعتها بعد ما يكتمل المر ويكتمل الطيب، ادخل الى ايه؟ فرح سيدك. خلاص 12 شهر عدوا، جه وقت الفرح، جه وقت مفيش لا ألم ولا حزن ولا صراخ ولا دموع ولا وجع في أورشليم السماوية. خلاص الطيب انتهى والمر انتهى، الألم انتهى، حياة العطاء والتكريس والبذل انتهت. دخلت أستير بعد 6 أشهر من المر و6 أشهر من العطور. حياتك الإيمانية فيها مر؟ أرجوك افرح بيه واقبله، لأن دي بركة ليك. حياتك الإيمانية فيها أعطار بتتكسر عند رجلين المسيح وتقول له: ليك وقتي وليك حياتي وليك إمكانياتي، ولا عايش في الدنيا زي ما أنت عايز تعيش وتفرح نفسك وتبسط نفسك؟ قد مات وعاش كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم، بل الذي مات لأجلهم وقام. اسمع كلمات بولس بعد ما خلص 12 شهر. بعد ما خلص 12 شهر بولس عدى عليه 6 زيت مر تمام. كم مرة اتجلد، كم مره هرب، وكم مره دلوه في سله احسن كان هيتقتل، ومره اتكسر، كم مره اتكسر بيه السفينه، وكم مره ضرب بالعصي. عاش 6 شهور مر تمام، وعاش حياتك ليه 6 شهور اعطار تمام. ادى المسيح كل حاجه، وجه الختان واتفتحت، وقال: قد جهدت الجهاد الحسن، اكملت السعي، حفظت الايمان. اخيرا ال 12 شهر خلصوا، أنا داخل الملك. أستير خلصت التعطير بتاعها. أخيرا قد وضع لي إكليل البر الذي يهبه لي الله وليس لي فقط. فرصة مفتوحة لحضراتكم.
بل لكل الذين يحبون ظهوره ايه؟ ايضا كلنا لنا الفرصه دي. اتعطر وتمر، حط زيت المر والاعطار في حياتك وانت تلاقي ايه؟ تلاقي في اخر 12 الشهر تاج وكليل البر. ربنا يدينا نعمه عشان ندرك عمق الافكار الروحيه اللي ربنا بيحطها قدامنا عشان نعيشها، مش عشان نسمعها ولا عشان تعجبنا ولا عشان نحفظها ولا عشان نكتبها، لكن عشان نعيشها في عيش التكريس الحقيقي.